السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي خاص بالسنة الثالثة إعدادي تخوازيام اني كوليج. في هذا الفيديو غادي نخدمو الدرس ديال لوغدغ اي اوبيراسيون، الترتيب والعمليات. هذا الدرس هذا اول فقرة غادي نبداو فيها اللي هي لا كومباريزون دو دو نومبر ريال، بمعنى فاش كنقولو لا كومباريزون اللي هي المقارنة، اننا كيفاش نديرو نقارنو ما بين جوج ديال لي نومبر ريال، شكون اللي كبير شكون اللي صغير واش متساويين. هذه هي لا كومباريزون، فاش كنقول دو نومبر ريال بمعنى واش العدد الاول كبر من العدد الثاني، ولا العدد الاول صغر من العدد الثاني. ولا دونك بالنسبه لا كومباريزون، في السنوات اللي قبل كنا كنعرفو المقارنه ديال الاعداد اللي كنا كنخدمو بهم ديك الساعة، بحال لي نومبر ديسيمو غولاتيف، لي نومبر غاسيونيل، هادو كلهم كنا كنعرفو المقارنة ديالهم. كاينة شي حاجة هاد العام ولكن تزاد شي حاجة أخرى جديدة، بحال دابا مثلا بالنسبة لي نومبر العاديين، لي نومبر أونتي ولا لي نومبر ديسيمو غولاتيف، كنعرفو حنا ديجا نقارنو. مثلا إلا كانو عندنا دو نومبر، مثلا كانت عندنا 5 وكانت عندنا 7، حنا ديجا كنعرفو بلي لو نومبر 5 كي انفيريور ا 7، كنعرفو بلي 5 صغر من 7. هذا الرمز هذا ديال انفيريور ولا سوبيريور، ديما هذا الرمز كنديروه كيشوف، بمعنى كيشوف داك العدد اللي كبير. هنا العدد اللي كبير هو 7، دونك الرمز كيشوف 7، بمعنى هاد 5 صغر من 7. كون كان كيشوف هاد الجهة كان غيكون هاد العدد اللي هنا كبر من العدد اللي كاين هنا. ما عليناش، بالنسبه لي نومبر بوزيتيف كنعرفو ديجا نقارنو بيناتهم. بالنسبه لي نومبر نيجاتيف حتى هما، مثلا كون كانت عندنا مثلا هنا موان 2 وهنا موان مثلا 8، حنا بالنسبه لي نومبر نيجاتيف كنقولو بلي العدد الاقرب للصفر هو العدد الاكبر. هنا العدد الاقرب للصفر هو ناقص 2، دونك ناقص 2 كبر من ناقص 8، داكشي علاش الرمز درنا كيشوف ناقص في ناقص 2. هنا من بعد هاد لي نومبر هادو شفنا لي نومبر غاسيونيل. لي نومبر غاسيونيل حتى هما باش نكومباريو بيناتهم، كاين مثلا ناخدو شي دو نومبر، مثلا ناخدو 7 سور 5 وناخدو 8 سور 3. هنا بالنسبه لهادو شنو كنا كنديرو ديك الساعه، كنا كنوحدو لهم المقام باش كيولي عندهم ميم دينوميناتور، وعاد كنقارنو البسطين. ولا دابا في هاد العام هذا غادي نخدمو بلا ميثود جديده اللي غادي تنفع لينا مع هادو وحتى مع لي نومبر الاخرين اللي كيكونوا فيهم لي غاسين كاري. مثلا الا خدينا غاسين كاري ديال 8 سور 7 مع 3 سور غاسين 2، خدمو لنا لهادو ونخدمو بها حتى بالنسبه لهاد الاعداد هادو. هاد لا ميثود هادي شنو كتقول لينا؟ كتقول لينا ودي باش اننا نكومباريو دو نومبر ولا نقارنو جوج ديال لي نومبر غاسيونيل ولا ديسيمو غولاتيف، ولا المهم بصفه عامه لي نومبر ريال، باش نقارنو جوج ديال لي نومبر ريال يكفي اننا نحسبو لا ديفيرونس ديالهم. بمعنى الى لو نومبر الاول هو ا والنومبر الثاني هو بي، كنحسبوا لا ديفيرونس ديالهم، الفرق ديالهم ا موان بي، وكنشوفوا واش كبر من زيرو ولا صغر من زيرو. ولا ا موان بي تقدر تعطينا ايكالا زيرو. الا عطاتنا ا موان بي كبر من زيرو، دونك غادي تكون فاش كنقصوا واحد العدد كنقص منه العدد الاخر وكيعطيني واحد العدد كبر من زيرو، عدد بوزيتيف، دونك راه العدد الاول هو الاكبر، ا كبر من بي. الى نقصت ا من بي، ا نقصت منه بي وعطاني عدد صغر من زيرو، في هذه الحاله كنقول بلي العدد الاول هو الاصغر. درت ا موان بي وعطاتني كبر من زيرو، دونك العدد الاول هو الاكبر. عطاتني ا موان بي عطاتني صغر من زيرو، دونك العدد الاول هو الاصغر. ولا بصفه طريقه اخرى هي ان بحال هاد موان بي هادي نديها لهاد الطرف اللي هنا غتولي ليا ا سوبيريور، وهنا موان بي تمشي لهنا تولي بلس بي. عاوتاني ا موان بي انفيريور موان بي نديوها لهنا تولي لنا ا انفيريور ا بي. دونك هنا موان بي عاوتاني الا دينا لهنا غادي تعطينا ا ايكال ا بي.
هذه هي القاعدة بصفة عامة ديال مقارنة لا كومباريزون ما بين دو نومبر ريال. إذا كانت عندنا او ايغال تهنا كتكون او ايغال بمعنى سوبيريور او ايغال اكبر من او تساوي. إذا كانت هنا اصغر من او تساوي صفر دونك ا اصغر من او تساوي عفوا هنا ب. إذا كانت ا ناقص ب كتساوي صفر دونك ا كتساوي ب. هذا راه داخل في هذه الحالة الاولى والحالة الثانية. اجي دابا نطبقوها على هذا الشيء اللي كنا كنقولوا. دابا شوفوا معايا هادو اللي كنا كنعرفوهم ديجا نقارنوهم. الا درنا 5 موان 7 شحال غادي تعطينا؟ 5 موان 7 هي موان 2 و موان 2 ديجا انفيريور ا زيرو دونك ا موان بي صغر من زيرو دونك راه ا صغر من بي. ها هي ا صغر من بي. دونك فاش كنقول صغر من زيرو بمعنى نومبغ نيجاتيف. عطانا نومبغ نيجاتيف راه صغر من زيرو، عطانا نومبغ بوزيتيف دونك راه كبر من زيرو. هنا عاوتاني موان دو موان ويت شحال غادي تعطينا؟ هنا هي موان دو بليس ويت. موان مع الموان كتعطينا بليس ولا لا سوستراكسيون كنحولوها لاديسيون ايكال ناقص جوج زائد تمنية هي ستة وستة كبر من زيرو. دونك هذا موان هذا عطانا نومبغ بوزيتيف عدد موجب اللي هو كبر من زيرو. كما قلنا الى عطاونا عدد كبر من زيرو دونك العدد الاول كبر من العدد الثاني دونك ناقص جوج كبر من ناقص 8 اللي هي هذه ناقص جوج كبر من ناقص 8. دونك باش نقارنوا هاد الجوج هادو يكفي اننا نحسبوا لا ديفيرونس ديالهم بمعنى 7 سور 5 موان 8 سور 3 ايغال. هنا ما عندناش ميم دينوميناتور دونك اون فا ريدوير او ميم دينوميناتور غادي نرجعهم يولي عندهم نفس المقام. غادي نوحدوا المقام، مقام واحد هو 5 فوا فوا 3 7 فوا 3 موان 8 فوا 5 فوا 5 ونحسبوا نشوفوا واش تعطينا نومبر بوزيتيف ولا غادي تعطينا نومبر نيجاتيف. هنا 7 فوا 3 ديجا كنعرفوا اللي هي 21 موان 8 في 5 اللي هي 40 سور 5 فوا 3 اللي هي 15. دابا ملي حسبنا هذا بقات لنا 21 موان 40 اللي شحال غادي تعطينا تقريبا؟ 21 موان 40 هي موان هي موان 19 موان 19 سور 15. دونك شنو عطاتنا هنا؟ عطاتنا نومبغ انفيريور ا زيرو. دونك هادي عطاتنا انفيريور ا زيرو حيت عطاتنا هادي انفيريور ا زيرو. دونك 7 سور 5 موان 8 سور 3 انفيريور ا زيرو. دونك غادي نمشيو لهنا كما قلنا حسبنا هذا ناقص هذا ها هو ولقينا صغر من زيرو. دونك العدد الاول صغر من العدد الثاني دونك 7 سور 5 صغر من 8 سور 3 دونك 7 سور 5 صغر من 8 سور 3. ميم شوز غادي نديروه بالنسبه للغاسين كاري دو 8 سور 7 اي 3 سور غاسين كاري ديال جوج. باش نكومباريو هاد لي دو نومبر غنشوفو نحسبو لا ديفيرونس ديالهم. عندنا غاسين كاري ديال 8 سور 7 موان 3 سور غاسين كاري دو ونحسبو لا ديفيرونس ديالهم. لا ديفيرونس ديالهم هنا غاسين كاري في الدينوميناتور من الاحسن نطلعوه الدينوميناتور هذاك الشيء اللي درنا في لي غاسين كاري. هذا غادي نخليه باش نسامبليفي ولا غادي نبسطها مزيان. الغاسين كاري ديال 8 8 ماشي كاري بارفي دونك غادي نديكومبوزيها على شكل كاري بارفي في عدد مربع كامل مضروب في شي عدد. الغاسين كاري ديال 8 هي 4 فوا 2 سور 7 موان. هنا باش نحيد هاد الغاسين كاري من المقام غاسين كاري 2 غادي نضرب في الغاسين كاري 2 في المقام وغادي نضرب في غاسين كاري 2 في الوسط ايغال. هادي هي غاسين كاري 2 4 فوا غاسين كاري ديال 2 غاسين كاري ديال 4 هي 2 غاسين كاري 2 سور 7 موان. هنا ملي ضربت هنا في الغاسين كاري غتولي عندي 3 غاسين كاري 2. هنا غاسين كاري 2 في غاسين كاري 2 اللي هي غاسين كاري 2 او كاري اللي هي 2. دابا هنا شنو بقى ليا؟ خصني يولي عندي ميم دينوميناتور، خصني نوحد المقامات. هنا عندي 7 وهنا عندي 2 دونك
باش نوحد المقامات عندي 7 فوا 2 عندي 2 راسين 2 فوا 2 2 فوا 2 راسين 2 موان وهنا عاوتاني 7 فوا 3 راسين كاري 2 2 ايكال هنا غادي تعطيني 4 راسين كاري 2 موان 21 راسين كاري 2 4 موان 21 هي موان 4 بحال قلنا 4 اكس ناقص 4 اكس ناقص 21 اكس 4 اكس ناقص 21 اكس اللي هي ناقص 17 اكس دونك هنا ناقص 17 جذر مربع ديال جوج على 14 7 في جوج هي 14 دونك حنا حسبنا هذا غاسين كاري ديال 8 على 7 موان 3 سوغ غاسين كاري ديال جوج ملي حسبناها لقيناها هي هادي هادي نومبر هذا الغاسين كاري بوزيتيف فوا هذا نيجاتيف يعطينا هذا كله نيجاتيف سالب السالب على الموجب كيعطينا سالب دونك هذا كله سالب دونك هذا ناقص هذا اللي لقيناه هو هذا سالب صغر من زيرو وحينت هذا ناقص هذا عطانا صغر من زيرو الوغ هذا غادي يكون كما قلنا قبيله هنا ا موان بي صغر من زيرو دونك ا صغر من بي دونك غاسين كاري ديال 8 سور 7 صغر من 3 على غاسين كاري ديال 2 دونك الخلاصه هنايا اللي غادي نختموا بها هذا الفيديو اللي هو انه باش انني نكومباري جوج ديال الاعداد مقارنه عددين سواء نبغي الاعداد حقيقيه او اعداد جذرية او اعداد عشرية باش نقارنهم يكفي كنحسب الفرق ديالهم وكنشوف الفرق ديالهم واش يعطيني كبر من زيرو واش يعطيني صغر من زيرو الى عطاني كبر من زيرو راه العدد الاول هو الكبير الى عطاني صغر من زيرو راه العدد الاول هو الصغير دونك هنا غادي نساليو هذه الفقره وهذه الفقره الله يرضي عليكم راها مهمه هي اللي مبني عليها الدرس كامل غادي تركزوا على هذه الفقره تفهموها مزيان الى فهمتي مزيان هذه الفقره هاد الفيديو هذا فهمتيه مزيان في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندوزو لي بروبريتي ديال لوغدغ دابا هذا كيتسمى اوغدغ هذا هو اللي كيتسمى ترتيب بمعنى هذا صغر من هذا ولا هذا كبر من هذا هذا كيتسمى ترتيب غادي نشوفو الترتيب الى زدت العدد للترتيب لوبيغاس لوغدغ اي لاديسيون لوغدغ اي لا سوستراكسيون لوغدغ اي لا ملتيبليكاسيون بمعنى هاد لوغدغ الا كان ديجا عندنا مثلا ا كبر من بي عدد كبر من الاعداد الا زدنا لهم نفس الاعداد الا ضربناهم في واحد الاعداد الا قسمناهم على واحد الاعداد غنشوفوا هاد لي بروبريتي في الفيديو الجاي باش نديروا عليه حتى هو دي زيكزامبل من بعد عاد نخدموا دي زيكزيرسيس اللي غادي يكون فيهم تقريبا كل شيء مخلط